عملنا التوم توم 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 اسمعوا المايك الثاني والسامبا سامبا والسيرة سيرة ده كان التوم توم طبعا فول بلاون واضح كده وعملنا قبله سامبا ورومبا وكان في سيرب هو عملتها من القلعة ده الأربعة باقي لنا ده ليب وعشر بلدي وريجي وفالس وبعدين كومبا ومردوم وفي حاجات كده اسمها هسيس وجراري وكرير ده في السودان وجابودي وبعدين نقوم نجوم شوية شوية ده الله في اتفاق عام انه الغنى في السودان عناصر ومكوناته تطورت من بدري يعني وزي ما قلنا الطنبور قديم مربوط بحضارة كرمة ولكن عموما لما بقى في مجتمع وفي ما يسمى بالانقسام الثاني التاريخ الكبير للعمل اللي هو بموجبه تنفصل الزراعة عن الراعي ده الأول ده الانقسام الأول بموجب انفصال زي ما بقولوا الحرفة عن الزراعة تظهر المدن ده الانقسام الاجتماعي الثاني في الظرف التاريخي ده بقى في دوباي وفي موروث شعبي ذو أثر كده واضح وبعدين في تطور رسمي للغنى في السودان ممثل كان في التركية في المارشات العسكرية طيب في دوباي اللي هو الدوبيت ده يصل انه السودانيين كلهم شاركوا في الموضوع ده انا عرفت انه مثلا الكوشيين وبعد ذاك سلالاتهم الواضحة من محس وسكوت وحلفاوين عندهم دوباي وقال لي صلاح ذهب عندهم الدوباي ده اللي اسمه الكلوكية لكن انا عارف انه عندهم دوباي لكن اكزاكتلي ما كنت عارف انه الكلوكية هي دوباي حقهم والمون لكن بس ما لقينا النماذج والدوباي هو النظم المغنى يعني فيه ميلودي بالصوت ساي كده الزول بيقول كلام منظوم فيه قافية وعنده أوزان وفيه تنغيم الناس اللي عملوا دوباي في السودان تمام اللي هم الحردلو يعني الجبل العشق المتحرك والشعر المتحرك وود محلك في موضوع تاجوج يعني حدباي في الناريشن بتاعه بيقول انه الموضوع بتاع تاجوج ومحلك ده انتهى يعني تاجوج بعد ما ماتت بستة شهور الاتراك دخلوا السودان وبعدين علي ود محلك وفي ناس بيقولوا انه ايضا كانوا يسموه محمد ود محلك كان عنده يعني مشكلة كده حصلت مع تاجوج وسببت له سببت له أسى حقيقي في حياته بموجبه بدأ يقول الدوباي ده القصة انه هو خصمه بنسيبة الحسن ود احمد ونسيبة الحسن ود احمد دي بيخصموها زول مثلا هي القصه كانت انه في اولاد كانوا ماشيين فيهم زول اسمه الحسن ود احمد وبعدين خاطب عمته والاولاد قاموا قالوا له كان خصمناك بنسيبتك تقع في البير ده بتقع قام قال لهم هاي خصموه وقع جوه البير وبعدين ما طلع الا لما قام قال لهم ما بطلع الا تجي هي تقول له يطلع عشان عزه هاي في حاجه زي دي في الرجاله في السودان فقام علي ود محلق قال للتاجوج غايته جاته حاله كده ما عارف ليه يعني مرات الانسان زي مو بعد ذاك براه وقال انا البراي جبت الجلب السيء لنفسي قام قال لها نسيبت الحسن ود احمد تعمل حاجه كده
مست بكرامتها قالت له بعملها وهي زوجته. عمل الحكاية دي عملت الحكاية دي قامت قالت لها أنا سبت الحسن ود أحمد كان طلبت منك حاجة تعمل لي قال لا بالحيل وما متخيل قالت له تطلقني. ودخل في مشكلة كبيرة جدا وبعد ذلك رفضت ترجع فعلي ود محلة قام طفش بالوليان في القصة يعني وبدأ يقول في شعره أنا عايز أقول دوباي بتاعه بسيط كده قال شنو قال قال أنا جبت الجلب التعيس أنا الجلب التعيس سويته بإيدي وفي كلمة مزاح قليت غميضي في قمة بنوم شعرا بلا دايوك هذا الوسادة بوصف في شعر تاجوج الدايوك قالوا جن الهجلية جن اللالو بدأ فيه زيت كده سمح بيعملوا الشعر تريتمنت اوكي قال شعرا بلا دايوك هدل الوسادة وسنا بلا مسواك برق المكادة الناس بتلد الناس ساكت حسادة وأمك بتلد الصيف سمح القلادة فده ده يعني ده خط للدوباي قبل التركية وفيه تنغيم ولحن وميلودي الميلودي هو الكلام المارق ملحن اللي كان بيقدر يعمله الكاشف وكرومة لكن عثمان حسين ما كان بيقدر يعمله يعني انت لو جبت الكاشف قعدت عثمان حسين ساكت بدون آلات الكاشف بغني لك بخشمه عثمان حسين ما بيقدر عشان كده حسي عثمان حسين صوته بيقى ما في يعني عنده مشكلة صوت مساحته ضيقة الكاشف وكرومة ديل الناس اللي باستنادا على الميلودي وصوتهم غيروا الغنى في السودان مرتين كرومة المرة الأولى والكاشف المرة الثانية. طيب الحردلو طبعا معروف الشعر بتاعه شعر فيه غنى واضح وكده وملحن الكابل كثير يعني لولا كان شعر الحردلو اساسا فيه تنغيم ما كان الكابل يقدر يلحن بهذا الجمال زي ازول السمح فات الكبار والقدر ويا خلق الوجود انا قلبي كاتم سره ما لقيت من يدرك المعنى به ابره قصبت من صح الوادي المخدر دره شالت قلبي تطوي وكل ساعه فره وناس الصادق قدامنا ود الفراش اللي بيقولوا ود الفراش والصادق قدامنا برضو بيقولوا كلام جميل جدا وهكذا يعني نوجز انه الدوباي ما شديد نسمع دوباي اها في الدوباي جانا ابو صلاح عشان هم تطور طبيعي قبل ما يكتبوا يعني ابو صلاح قبل ما يكتب شعر السمح ده زي أم الأفق بيك تقنع لا تطلع شمس باكر في وجه القمر سافر كان تاع دوباي برضو لكن العبادي اللي هو سيد الغنى في السودان قام عمل المسرحية بتاعت المكنمر وفيها دوباي فنحن نسمع دوباي العبادي في مسرحية المكنمر وعملي بستقطعه فقال لي غرضك مقضي ان احتاج لخيل وجمال والضان والليبل سارح يمين وشمال شهر عرب قال لي فوق القدو انا لي فيك امال طه قال لي بيدمي الغرض اقضاه وخلي المال غايته طه عرفوا عنه ليش لكن ما شيل على المال وده ما شيل جاي غايته بعدين قال لي طه سمح وين الدرب خترنا طه قال لهم دربكم في السلم وقف بيناتهم قال لي للمك يا مك في داك وديني خلينا مع الجماعة دي عاد ممكن نجهزه كده ونعمل تاني بعدين عشان نمشي لقدام طيب في الموروث الشعبي في الأنغام والأناشيد في الصوفية وزخم آلات الموسيقى يعني الحوليات من مثلث إلى عصي إلى طار وكده وظهروا ناس ود بشريعة أحمد ود سعد والتميم وطيب والدقوني ديل كلهم كانوا في المهدية لكن زي ما قلنا إسماعيل سيد الربابة وحاج الماحي كانوا بيغنوا من زمان وإسماعيل سيد الربابة أنا قلت لهم شعر كده في
في الطبقات كان بيغني لبنات اثنين سمحات كده، واحد اسمه جاء والثاني اسمه وهيبة. فقال حر الفونج اللي هو غالبا هو مدق طالبة دبيبة، والدبيبة دي قال قميص على التراب حاجب له عيبة، خشم تهجة شبيه لبن الكشيبة، كفل من تورته يعني من قومته، وفي ود دليبة صب مطر الصعيد، وصاح المغرد خفيف القلب من الكركاع يعريد، صب مطر الصعيد دليته عايد فوق خشم البيوت يجر الكسايد، النسوان بلا هيبة هم قلايد، لحم سوق الرخيص مشرب حدايد. هو كان بيغني يعني اسماعيل سيد الرباب اللي هو ده اول فنان في السودان كان بيغني. طيب الغنى ده في الموروث الشعبي وفي الدوباي، لكن على المستوى الرسمي كان في المارشات الجبال الترك، لكن في المستوى الرسمي بتاع مارشات الترك السودانيين كان عندهم موقف متمثل بخصائصهم وهويتهم، وصارعوا الاتراك في الموضوع ده صراع شديد جدا. بدا هذا الامر بما فعلوا الصول بتاع جيش الزبير باشا، الصول بتاع سلاح الموسيقى بتاع الزبير باشا. الزبير باشا كان عنده جيش، طبعا نحن احفاد الزبير باشا، ولكن لا نعتز بذلك، لان الزبير طبعا كان تاجر رقيق يعني كده، كان عنده جيش عشان يطارد بيه وكده يعني تاجر، لكن عموما كان عنده جيش، والجيش كان فيه اصول بتاع سلاح موسيقى. فحصلت واقعة عسكرية بين الزبير باشا وابراهيم قرط، ده السلطان بتاع دارفور اللي كان قبل علي دينار. الزبير باشا هزم ابراهيم قرط في معركة والناشي، ودخل الفاشل الكبير لقى في غنى موجود، والصول ده من هذا الغنى عمل مارشود الشريف. نحن هنسمع الموضوع ده بصوت حدباي، لكن نعمل مارشود الشريف. مارشود الشريف اللي هو اتكتب قبل المهدية، اللي موجود في الغوات المسلحة السودانية، اللي هو بيجينا يوم الجمعة الصباح نقوم به. اللقاء بتاعه مشتق من التمتم، عشان كده التراك لما جابوا المارشات بتاعتهم بالسلم السوداني ما قبلوها يعني، وعملوا حاجاتهم دي. المارش بيقول اصلا الغنيه زمان بتقول ود الشريف رايو كمل، ود الشريف رايو كمل، جيبوا لي شايلاته من دار قمر، اهل الجبال جاكن بلا بشاره جاي مع سيدي محمود ورا. طبعا الناس في الجلالات قاعدين يقولوا الكلام ده، والكلام ده قديم جدا، لكن الحكوا عن حدباي هنا اللي هو راوية خليل فرح، ومن خير الناس اللي بيعملوا ناريشن لقصه الغنى في السودان. نجي طوالي اللقاء بتاع بمناسبة اللقاء دي للقاء بتاع الكمبة بتاع
جنوب السودان بتاع استقراطية الزاند اللي اسمها الأفورغي وتعملوا لنا الهم لا هم عاملين الماتش بتاع بتص